يلا الظروفيات شهر كهك يا شباب، كل سنه وانتم طيبين. احنا على الكهك على الابواب هناخد الزوكسولوجيه الاولى على الاقل اللي هي الاساسيه. الزوكسولوجيات دي بتصنف تبع التسبيحه، يعني الدم، يعني 90% من حفظك تعتمد على ايه؟ قرايتك السليمه، على عكس الالحان الطويله الهزات. هتركز معايا في النطق. طيب زوكسولوجيات شهر كيان، يعني ايه زوكسولوجيات مبدئيا عشان تبقى انت ايه؟ فاهم انت بتحفظ ايه وبتقول ايه؟ عشان ما ناخدش كده طلاسم. ركز معايا. زوكسولوجية انت دايما بتقول في القداس ايه؟ زوكسا سي او زوكسا باتري. زوكسا او زوكسو معناها المجد، المجد للآب او التمجيد للآب. واولوجي او اولوجية، عارفين ابونا بيدينا في الاخر لقمة، لقمة البركة اسمها لقمة ايه؟ لقمة الاولوجية او لقمة البركة. اولوجي يعني بركة. فزوكسولوجي او زوكسولوجية مصطلح على بعضه مركب، يبقى اسمه ايه؟ تمجيد بركة. تمام كده؟ تمجيد بركة. والزوكسولوجيات نوعين. الزوكسولوجيات عرفنا كلمة زوكسولوجية يعني ايه؟ تمجيد بركة، دي كلمة مركبة اكسبريشن على بعضه. او لا، هو تمجيد بركة. تمام كده؟ طيب زوكسولوجيا كلمة يونانية معناها تمجيد أو كلام جميل يعني في حق اللي هنقوله له. وعندنا زوكسولوجيات لكل المناسبات. زوكسولوجيات للأعياد، زوكسولوجيات للأصوام، زوكسولوجيات للعذراء والملائكة والقديسين، كل حاجة عندنا ليها زوكسولوجيات كتير. ركز معايا قوي في المعلومة الصغنطوطة اللي هقولها لك دي. الزوكسولوجيات منها نوعين. نوع بنسميه بعنوان اسمه ادم، ونوع تاني بنحط له عنوان اسمه واتوس. مش مهم يعني ايه ادم ويعني ايه واتوس، ما تشغلش بالك بالمصطلحات دي. زي بالظبط ارسالي ده طبيعه جسمه ولد، تمام؟ المس دي طبيعه جسمها بنت. ده اللي يقصد بيه واتوس وأضام، يعني يعني الماتيريال بتاع الزوكسولوجيا، طبيعه الفيسيس او مش عارف اوصلها ازاي، طبيعه الحاجه دي هي أضام، طبيعه دي هي واتوس. وهشرح يعني ايه ليه الفرق بين الاثنين. الأضام بيبقى ندمه قصيره، ندمه قصيره هي طبيعه الأضام، ندمه صغيره، على عكس طبيعه الواتوس ندمة أطول شوية. تعالوا ناخد الكلام ده عملي يعني بمثال عشان أثبت لك المعلومة. عندنا أشهر حاجة في الأضام اللي هي زوكسولوجية باكر، أو نقدر نقول كمان مديحة العذراء بتاع التمجيد، السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس، كلنا عارفينها دي. الندم ده ندم أضام. طيب مين يقول معايا؟ يقولوا كده السلام لك يا مريم يا أم الله القدوس، السلام لك يا مريم يا تدربة الوحيد. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يبقى الجملة بتاعتها واخدة كم عدة؟ الجملة تخلص عند ثلاثة، 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 دي طبيعة الأضام. أي حاجة أضام تلاقيها ما تطلعش عن الثلاثة، أي حاجة أضام، ده الميزان بتاع الأضام، أوكي كده؟ ثلاث خطات. أي حاجة أضام، اسأل. طب في كمان في ترنيمه جميله قوي كانت بتيجي على مش عارف على كوجي ولا على سي تي في، على حامل الايقونات اللي هو خشب، في خشب مصنوع، دي بتاعت الزوكسولوجيات الاضام. تقولوا معايا خشب في خشب مصنوع احلى الرسومات، وده مش
حامل الغيب بالعدل. يلا واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. عرفت الأضام؟ دايما ثلاثة، أيا كان رميتها طالما عنوانها أضام هي ثلاثة. طب احنا خدنا لوبش الهوس الثاني مارن وأون هيفول، خدناه دمج، ده أضامنا، فاكرينه؟ مارن وأون هيفول بخريستوس بنوت نبي روب سالتيس دافيد بروت. يلا بالعدد، واحد اثنين ثلاثة، واحد وصلت؟ ده الايه؟ ده قسم الأضام. طيب ده بقى مش موضوعنا، عشان احنا اللي هنحفظه دلوقتي هو القسم الثاني، قسم الواتس. الواتس قلنا كام؟ أربعة. الأضام ثلاثة، يبقى الواتس أطول أربعة. يبقى زوكسولوجية الواتس أو أي حاجة واتس هتلاقيها إيه؟ أربعات. طيب تعالوا ناخد مثال نقول إيه في الواتس أربعة يا ربي، حاجة تكونوا حافظينها مثلا. حافظين مثلا أعطى فرح لنفوسنا، أعطى فرحا لنفوسنا، تذكر اسمك القدوس يا ربي يسوع المسيح مخلص الصائم. واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة. ده الواتس بقى، طيب الواتس أطول من الأضام، ده المقصود بالعنوانين دول أضام واتس مبدئيا كده. ضمن كده؟ يلا زوكسولوجيات شهر كياك أو الزوكسولوجيات اللي بنسميها عموما في التسبحة هي واتس أيا كانت مناسبتها. أوكي؟ يبقى الزوكسولوجيات بنصليها فين؟ بنصليها في تسبيحة نص الليل، وبنصليها في رفع بخور عشية، وبنصليها في رفع بخور باكر. صلى إمتى؟ في تسبيحة نص الليل ورفع بخور عشية ورفع بخور باكر. دي الزوكسولوجيات المين؟ الواتس. أوكي؟ الأضام دي استخدامها قليل قوي، بنصليها إيه؟ بدري قوي للناس اللي بتيجي بدري ونشيطة قبل رفع بخور باكر بتتصلى كده، فهتلاقيها مش مسموعة كتير. الأشهر هي الواتس. طيب معلومة كمان صغيرة، احنا قلنا ايه؟ من حيث الطبيعة عندنا الزوكسولوجيات فيه واتس وفيه أضام. طيب من حيث الميوزك بقى، الميوزك الأضام ما بيتغيرش، نغمته ثابتة طول السنة، ملوش دعوة فرعي هزين كيانك شعير. الأضام ايه؟ ثابت على مبدأه، راجل صعيدي ايه؟ دماغه ما فيش نشأ. يبقى الأضام ما بيتغيرش، يبقى مين اللي بيتغير؟ واتس. واتس عندي ايه؟ بتلون، بتلون جنزير الحرباية، كل مناسبة تلاقيه خد شكل، كل مناسبة تلاقيه خد شكل. عندنا نغمة للكياح اللي هنحفظه دلوقتي، وعندنا نغمة للفريحي، وعندنا نغمة ما عندناش حزين عشان ما بنصليش احنا زوكسولوجيات في الحزين شعانين، وعندنا نغمة الصوم الكبير، عندنا نغمتين للصوم الكبير، نغمتين للصوم الكبير. يبقى عندنا كم نغمة كده؟ واحدة كياهي، واحدة فريحي، واحدة شعانيني، واثنين صوم كبير، كده كم نغمة؟ طيب لو انا ما عنديش لا كياه ولا صوم كبير ولا شعانيني ولا 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 في الايام العاديه اصلي ايه؟ هي نغمه كمان للثانوي. يبقى ايه بقى الزوكسولوجيات الواتس ليها كم نغمه؟ ست نغمات، ثانوي كياهكي فريحي شعانيني واثنين صوم كبير. اوكي؟ دي معلومات كده بسيطه وسريعه عن
الزوكسولوجيات عشان انت تعرف هتحفظ ايه دلوقتي. طيب عندنا لكل مناسبة زوكسولوجياتها. احنا دلوقتي موضوعنا مين؟ شاكرا كياك. كياك ليه 6 زوكسولوجيات، احنا هناخد منهم واحدة اللي هي الأساسية اللي كل الناس ما ينفعش ما تقولهاش. الإضافة لكده دي بتبقى ايه؟ زيادة. يلا ركز معايا وقول بقى. كي غار. كي غار. كي غار. كي غار. أيشان. أيشان. ساجي. ساجي. إثريتي. إثريتي. قول كمان. كي غار. كي غار. أيشان. أيشان. ساجي. ساجي. إثريتي. إثريتي. نقول كمان. كي غار. كي غار. أيشان. أيشان. ساجي. ساجي. إثريتي. إثريتي. أو بيهارما. بيهارما. او بيهارما. او بيهارما. او بيهارما. او بيهارما. انشيرو بيميكون. انشيرو بيميكون. انشيرو بيميكون. انشيرو بيميكون. عايش دي كلمة واحدة طويلة شوية. او بيهارما. او بيهارما. انشيرو بيميكون. انشيرو بيميكون. بلاس. بلاس. ناخيسي. ناخيسي. ان انيه. ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. تن اير. تن اير. تن اير. تن اير. مكاري زين. مكاري زين. امو. امو. تن اير مكاري زين امو. تن اير مكاري زين امو. قول من الاول. كيغار ايشان ساجي اثبيتي. كيغار ايشان ساجي اثبيتي. كيغار ايشان ساجي اثبيتي. كيغار ايشان ساجي اثبيتي. او بيهارما. او بيهارما. انشيرو بيني كون. انشيرو بيمي كون. انشيرو بيمي كون. انشيرو بيمي كون. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. بلاس ناخيسي ان انيه. تن اير مكاري زين امو. 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 كيغار ايشان ساجي اثبيتي. كيغار ايشان ساجي اثبيتي. او بي هارما انشيرو بيمي كون. او بي هارما انشيرو بيمي كون. فلاس نخيسي ان اني. فلاس نخيسي ان اني. تن اير مكاري زين امو. تن اير مكاري زين امو. معقولة كلمات؟ ولا نقول تاني؟ طب نقول مرة مع بعض نقرا قراية مع بعض. يلا. كي غار ايشان ساجي اثبيتي. او بي هارما انشيرو بيني او. بلاس ناخيسي ان اني. تن اير مكاري زين امو. نقول تاني؟ طيب اسمع النغمة. نغمة الكهك مبهجة وجميلة وتحسسك انك ايه؟ مستني كده حاجة مهمة ومشتاق عليها كده. واحنا فعلا بنبقى مستنيين ايه؟ مولود المزود يعني. عيشان صاجي اثبيتي اوبي هرمان شروبي ميكون بلاس ناخيسي ان اني. تن اير مكاري زين امو. مش اجمل من النغمة دي. نغمة الكهك فعلا مفرحة. نركز. في عيشان صاجي اثبيتي كمان. كيغار ايشان ساجي اثبيتي.
شاني أفليو شاني أفليو إن تي إف إي إن دبلي إن تي إف إي إن دبلي. أي حاجة بتسمعها وشايفها قدامك مكتوبة غلط صلحها، اعمل خير وصلحها في الكتاب. يبقى جيوندو صغار تينا شيني جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو شاني أفليو إن تي إف إي إن دبلي إن تي إف إي إن دبلي إن تا تشي In touchy, in touchy, in touchy, in touchy, in O is me, in O is me, in O is me, evil he thought, evil he thought, evil he thought, evil he thought, in touchy, in touchy, in O is me, in O is me, evil he thought, evil he thought. إثري ساجي إثري ساجي إم بيتايو إم بيتايو إثري ساجي إم بيتايو إثري ساجي إم بيتايو كين جيوندو صغار تينا شيني جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو شاني أفليو إنتي إب إي إن دافيد إنتي إب إي إن دافيد Touchy, in touchy, in o is me, in o is me, evil he thought, evil he thought, ethre saji em betayo, ethre saji em betayo. قول آخر مرة. جيوندو صغار تينا شيني جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد إن تي إب إي إن دافيد إن تاتشي إن تاتشي إن أو إسمي إن أو إسمي إيفول هيتوت إيفول هيتوت إثري ساجي إم بيتايو إثري ساجي إم بيتايو. اسمع النغمة. جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو إن تبكي إن دافي إن تاتشي إسمي إيفول هيتوت إثري ساجي إن بيتايو. أسم جيوندو صغار تينا شيني قولو كمان جيوندو صغار تينا شيني مرو كمان جيوندو صغار تينا شيني قولو تاني جيوندو صغار تينا شيني قولو ما تخافوش جيوندو صغار تينا شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد. نقسمها دي شاني أفليو تين شاني أفليو شاني أفليو شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد إن تي إب إي إن دافيد إن تي إب إي إن دافيد إن تي إب شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد 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 شاني أفليو إن تي إب إي شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد. قولوا من الأول جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد. قولوا مرة كمان جيوندو صغار تينا شيني شاني أفليو إن تي إب إي إن دافيد. ركز في الجملة الجاية دي. إن تاتشي أو إسمي تاتشي مع إن، يبقى هنلزق الإن مع
مع مين؟ مع تاتشي. هنقولها ايه؟ انتاتشن، انتاتشن، الزقهم عشان ما يعطلونيش. تاتشي مع ان اللي بعدها هتلزقوا، يلزقوا في بعض، هاخدوا الكومبو كده مع بعض. انتاتشن خلاص كده؟ يبقى اول منطقه انتاتشن، مش هبص على ان تاني خلاص. انتاتشن او اسمي، خلي بالك تاني. انتاتشن او اسمي ايفولهيتو، تاني. انتاتشن او اسمي ايفولهيتو، مع الناس اللي فاهمه وبتريح، تاني. انتاتشن او اسمي ايفولهيتو، كمل. اسمي ساجي يبقى افريسا جي امبيتايو، تيجوا تجمعوا كله؟ يلا اللي عايز يقول معايا يقول، اللي عايز يسمع يسمع. جي اوندوس بارتي ناشيني شاني قبلي يو انت امري انضغي انتاتشن او اسمي ايبول ناس مريحة. يلا ثاني جي اوندو صغار. جي اوندو صغار تي ناشيني شاني قبليو انت ابقي النبي انتاشن او اسمي ايبول شاني قبليو انت ابقي النبي انتاتشن او اسمي ايفولهيتو اسمي ساجي امبيتايو. نجرب ونقول الربعين. يلا الربعين اللي خدناهم. ايفاراي شان ساجي اسمي تي او بي هرمان شروبي ميكون بلاس نخيسي قام إلي تن إرمكاري زين إرمكجي أندس غارتي ناشيني شاني قبليو انت ابقي النبي ولا ادم ليه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، اوكي؟ طالما جت على الميزان ده تبقى واو. جي اف نوتي، جي اف نوتي، جي اف نوتي، او هي ارات، او هي ارات، جي اف نوتي، 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 او هي ارات، خني ثوش، خني ثوش، خني ثوش، خني ثوش، انت، انت، تي يو دي ا، عايز تقولها يو دي ار بالدال تنفع، عايز تقولها يو دي ار بالذال تنفع، هي اليهودية دي تنفع ودي تنفع، مش يعني مكتوبة عندكم بالدال ولا بالذال؟ دال يو دي ار، ريحونا يعني. يبقى إيه؟ جي اف نوتي او هي ارات، جي اف نوتي او هي ارات، خني ثوش، خني ثوش، انتيتي يو دي ار، انتيتي يو دي ار، انتيتي يو دي ار، انتيتي يو دي ار، افتي
اختي اختي انتي في اسمي انتي في اسمي خنقو ثليل خنقو ثليل اختي انتي في اسمي اختي انتي في اسمي خنقو ثليل خنقو ثليل أعت فيلي أعت فيلي إن يودا إن يودا أعت فيلي إن يودا أعت فيلي إن يودا شوب سيروف ولا شوب 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 الفاي أوكي شوب فيروف شوب فيروف إيروس 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 شوب فيروس تمام أوكي أعت فيلي إن يودا شوب فيروس أعد فيلي إن يودا شوف إيروس أعد فيلي إن يودا شوف إيروس أعد فيلي إن يودا شوف إيروس جي أعف نوتي أوهي إيرات جي أعف نوتي أوهي إيرات خني ثوش خني ثوش إنتيتي يودي أ إنتيتي يودي أ أفتي إنتي في اسمي أفتي إنتي في اسمي إن أوثيلي إن أوثيلي أعد فيلي نيودا أعد فيلي نيودا شوب فيروس شوب فيروس نقول كمان مرة جي أعف نوتي أوهي إيرات جي أعف نوتي أوهي إيرات خني ثوش خني ثوش إنتيتي يودي أ إنتيتي يودي أ أفتي إنتي في اسمي أفتي إنتي في اسمي خن أوثيلي خن أوثيلي أعد فيلي نيودا أعد فيلي نيودا شوب فيروس شوب فيروس جي أعف نوتي أوهي إيرات خني ثوش إنتيتي يودي أ أفتي إنتي في اسمي خنو أوثيلي أعد فيلي نيودا شوب فيروس خفيف بالنسبة للي فات مفهوش كلاكيع كتير نقسم جي أعف نوتي أوهي إيرات إيرات فعليا كام؟ دقيقتين ليه؟ عشان الجملة قليلة والمزيكا واسعة فبعمل ايه؟ بفرد الكلمة شوية عشان تيجي على المقاس تاني جي أعف نوتي أوهي إيرات تاني جي أعف نوتي أوهي Feeling
واحد في اليهودا شوفيره الربع كله في واحد نوتي قوي Yeah.
بسيط. في اليوم تفير بارسلوس إيطاس ميسم من صوتير أوقان من إنسائس رسمس أسطوريس أوين بارسلوس. خلي بالك من تي بارسلوس في أول جملة. في ناس بتستعجل تقول تي بارسيروس على طول، لا، في تي وفي تي، نركز عليهم قوي. يلا نقولهم تاني. تاني عشان في ناس سبقت وطلعوا نطقت بارسيروس بدل. ايه رايكم ناخد كمان تلت ساعة وتمشوا على طول ولا تاخدوا بريك؟ لا لا.